السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم على قناة شارع بين حارات. قبل ما نبدأ بنقول صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، نزيد النبي صلي عليه أفضل الصلاة والسلام. جايين لكم إن شاء الله بإذن الله بشوية أسعار كده، يعني جايبينها من شارع بين حارات. طبعا شارع بين حارات الناس كلها عارفة، والناس اللي نزلت وكاتب لنا في الكومنتات اللي نزلت نشكرهم. طبعا شارع بين حارات ده في رمسيس، متفرع من شارع الفجالة كولومبين. هنبدأ ان شاء الله على طول بالاسعار عشان ما نطولش عليكم بالفيديو باذن الله. ارجو اتفرجوا على الفيديو لحد الاخر عشان تعرفوا الاسعار الجديده. الاسعار دي كل يوم في سعر، كل يوم في سعر، كل يوم في سعر. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بالصفاره الجميله دي، الصفاره دي اللي قدام حضراتكم دي، دي 50، ال 50 دي ب 25 جنيه، دي زادت طبعا اهي، دي ب 25 جنيه، فيها 50 واحده. معانا المصاصه طبعا، معلش عفوا على الكركبه دي، بس احنا حبينا نطلع كل حاجه قدامكم عشان تعرفوا الحاجه قدامكم قد ايه. المصاصه دي الكيلو بتاعها وصل دلوقتي 32 ونص، 32 جنيه ونص، وفي ناس بتباع ب 35 كمان، اللي هي الصغيره مش الكبيره اهي، دي الصغيره كمان عشان تعرفوا بس الاسعار رفعت. ده الكيلو بتاعها بيعمل عدد 170، 200 واحده في الرينج ده، لا يا رب 170، 170 احنا عندنا قبل كده اهو. معانا الطبق بتاع البيضة، الطبق اللي هو بتاع البيضة دي، الطبق بتاع البيضة، الطبق ده كان الأول باتنين جنيه، وصل 2 جنيه ونص، دلوقتي في ناس بتبيعه 3 جنيه الا ربع، وفي ناس بتبيعه ب 3 جنيه. اهو طبق بلاستيك بتاع البيضة بقى ب 3 جنيه اهو. أغلبية الحاجات دي طبعا من عند أستاذ محمد المنياوي، يعني غني عن التعريف. الورق بتاع محمد صلاح، الكراتين بتاعت محمد صلاح بتاعت البخت نزلت تاني أهي، طبعا دي 100، احنا جايبين أكتر من كده بس طبعا احنا بنوريكوا عشان الترابيزة صغيرة بس، وإيه حابين نقولكوا الأسعار. 100 دي كانت الأول ب 15، في ناس دلوقتي بتباع ب 20، أنا جايبها ب 18 من عند أستاذ محمد المنياوي. 100 بتباع ب 18، وفي ناس بتباع ب 20 عشان برضك الناس الأسعار اللي الناس بتسأل عليها. دي 100 أهي. معانا اللهم صل على النبي الدبور، الدبور اهو، الدبور ده بيتباع بالكيلو، الدبور ده بيتباع بالكيلو، الكيلو بتاعه اللهم صل على النبي ب 60 جنيه، ب 60 جنيه، وفي ناس بتبيعه ب 62 كمان اهو، ب 60 جنيه. حاجات طبعا البلاستيكات طبعا دي كلها زادت. الدبور بس الكيلو بيرمي معاك كتير اوي، الكيلو بتاع الدبور ب 62 او ب 60 جنيه، ناس بتبيعه في كل الاماكن. عندنا علب السي سي، علب السي سي، 100 كانت كان ب 20، دلوقتي 100 بقت ب 30 جنيه، 100 من دي 30 جنيه اهي. معانا عمود الدبل فيس، طبعا عمود الدبل فيس كامل في حوالي 30 بكره او 35 بكره ب 55 جنيه، ب 55 جنيه، وفي ناس بتبيعه ب 60 جنيه كمان اهو. معانا الشفاطه، الشفاطة الكيلو بتاعها ما شاء الله بيرمي كتير قوي ما شاء الله تبارك الله يعني، وده الشغل طبعا انتوا عجبكم الشغل بتاعها على القناة، شغلها حلو جدا، ممكن تعمل بيها مشروع حلو يعني هو لوحده بس كده من قلب البيت انت وعيالك في الاجازة نص السنة او في الاجازة الكبيرة، بدل ما عيالك كده يقعد يلعب ويعمل، لا يعمل مشروع بيه. الشفاطة دي مشروعها حلو جدا، الكيلو بتاعها برضه كان ب 60 جنيه، وصل ل 65 جنيه، في ناس بتبيعه ب 67 جنيه. لو عجبك الفيديو لحد الان اتفرجت عليه ما تنساش بلايك وشير. الاسعار دي كلها اسعار جديده، اسعار كل يوم في شارع بين الحارات بتعلى، كل يوم بتعلى. خلينا في الكوره، الكوره طبعا بالوانتها الجميله، البيضه والكوره، يعني دي الكوره اهي ودي البيضه، هي جايه مشكلها اوقات كده بالوانتها الحلوه دي، وطبعا انتظرونا الوانات بالالوانات الجميله دي فيديو لوحده بأشكالها الحلوة الجميلة دي، بتطبق بأفكارها الجديدة إن شاء الله بإذن الله مع أفكار العلبة. انتظرونا فيديوهات قادمة إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يعني إيه، ده الكيلو بتاعها ب 75 جنيه، الكيلو ب 75 جنيه، رفع كان ب 70 وصل ل 75 جنيه. طبعا كل البلاستيكات. معانا الكوبايات، الكوبايات دي بس طبعا هي بتتجمع شارع بين حارات، بس المحل، محل جنب محل الخضري كده بيتباع بالجملة، في كوبايات صغيرة وفي كوبايات كبيرة. طبعا الكوبايات دي اللي احنا عملنا بيها أفكار الشنطة قبل كده، بس دي الصغيرة، دي حجم الصغير، دي بقى الحجم الكبير، يعني حجم الكوباية فرق. بص الحجم الكوباية
يعني دي لو بعتها تتباع ب 2 جنيه ودي لو اتباعت تتباع بجنيه، فرق طبعا. الكوباية المية الكبيرة، المية من الكوباية الكبيرة دي المية عاملة 18 جنيه، في ناس بتباعها 15 وفي ناس بتباعها 18، الكبيرة. ودي المية بتاعتها في ناس بتباعها ب 12 ونص وفي ناس بتباعها ب 15، المية بتاعت الكوباية الصغيرة دي. وعندنا العصفورة، العصفورة بمجنحات، احنا يمكن صورناها قبل كده وبنصورها تاني عشان احنا جبناها، اهي العصفورة بمجنحات دي حلوة قوي، جميلة جدا جدا جدا، سعرها حلو. دي كانت بالـ50 بتاع، دي فيها 50 واحدة، الـ50 كانت بـ35 بقت بـ40 جنيه دلوقتي. اهي في ناس بتباعها بـ35 زي ما هي على السعر القديم، وفي ناس بتباعها بـ40، طبعا اللي خست عندها وجابتها بتباعها بـ40 جنيه، انا جبتها بـ40 جنيه. عندنا اللبان، أسعار اللبان رفعت تاني، كان كيلو اللبان كنا بنجيبه بـ32 ونص وصل لـ35، وفي ناس بتبيعه دلوقتي بـ38. أهو أسعار كل يوم في العالي، كل يوم في العالي اللبان. طبعا ده يعني غني عن غني عن التعريف أصلا، يعني عن المشروع بتاعك، يعني ده لازما هو قلب مشروعك لازما. وعندنا الورق، الورق طبعا زاد هو كمان، ده اللي هو بتاع الكارت اللي بيتعمل بيه الورق بتاع الكارت ذات نفسه. اهو ده السعر بتاعه كان ب 18 جنيه، وصل 20 جنيه دلوقتي، وصل 20 جنيه. معانا اللهم صل على النبي، ده دي الفاصوليا، دي الفاصوليا، الفاصوليا اللي طبعا بتبقى مكتوب عليها تاريخ الانتاج والصلاحيه بتاعتها وكل حاجه، طبعا اهي بتبقى جميله جدا طبعا. ده كيلو، الكيلو انا كنا بنجيبه كيلو مغلف كده ب 30 جنيه، وصل دلوقتي 32 ونص، وفي ناس بتبيعه 35 جنيه الكيلو اهو. وعندك اللهم صل على النبي الكريسبي، الكريسبي دي 4 كيلو، ده برضك بيبقى مكتوب عليه تاريخ الانتاج والصلاحيه وكل حاجه طبعا، عشان يهمنا يهمنا العيال طبعا، الاطفال اللي بتاكلها طبعا زي اولادنا طبعا. اهو الكريسبي 4 كيلو جايبه ب 105، دلوقتي وصل 120 جنيه و130 جنيه كمان، يعني الـ4 كيلو وصلوا 120 130 جنيه. لو عجبك الفيديو لحد الآن ما تنسناش بلايك وشير، وأرجو الاشتراك في القناة عشان يوصل حضراتكم كل جديد، وأسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.